اجوا اخذوني من البيت خطيفه، اخذوني يعني ب 2011 اول وحده، اول ست بالشام انا اعتقلت. فكرت انا حدا من اولادي، نفس الدقه اللي بدقوها علينا. فتحت الباب اللي قالوا لي انت فلانه، قلت لهم ايه، قال امشي معنا، طبقت الباب ومشيت معهم. قام حط راسي هيك وحط البوط على راسي حتى وصلنا على الفرع. وقت وصلنا على الفرع بلش بقى القتل هنيك. اعتقلوني اول مره 20 يوم، اكلت قتل لحتى يعني كسروا لي رقبتي بالمره. ضليت شهرين بالغوطه وانا اتعالج من رقبتي. يقولوا لي قري على اسم الشباب، قري شو عم تساوي وشو عم تشتغل وشو عم تعمل. يقول له انا ما بعرف شيء. ثاني مره اللجان الشعبيه تبع عش الورور اخذوني، نزلت على الغوطه قعدنا، قام صار ضرب الكيماوي. وقت انضربوا الكيماوي صارت قرحه بعيني هون من ريحه الكيماوي. طلعنا بالبساط، تركنا بيوتنا، تركنا اهلنا، تركنا كل شيء وطلعنا بالبساط نحافظ على كرامتنا. يعني العالم نزحت مره، نحن نزحنا مره. طلعنا هيك، نحن طلعنا من الظلم، نحن اولاد اصول اولاد بلد قاعدين ببلادنا، وتركنا املاكنا وتركنا كل شيء لحتى نطلع مشان كرامتنا. هن بيتهمونا بالارهاب بس نحن منا ارهابيين، نحن صاحبين حق، نحن صاحبين حق وقضيه.